أهلا بكم. النهاردة احنا هنكمل الموضوع عن مسلسلات رمضان. ان كنت ابتديت شوية عن ليالينا 80 وفرصة تانية. دلوقتي انا عاوز اتكلم عن نحب تاني ليه. حب تاني ليه هو مسلسل اعتقد هو ده اللي كان مألفه ابن محمود ياسين. طريقة ياسمين عبد العزيز، يعني هنا احنا نتحدث كنقد، يعني كمشاهد ينقد بطريقة الى حد ما ليها موضوعية شوية او فيها موضوعية. ياسمين عبد العزيز طريقتها معرفش هي عايزة تحاول تبقى اكثر يعني رومانسية شوية أو هادية، فطلع مملة، في رتابة في طريقة كلامها، وتحس إن هي معرفش هو يمكن الدور شوية، بس هي دايما طول المسلسل تحس في نبرة صوتها إن هي خايفة من حاجة، متوترة، مش عارفة بتقول إيه. يعني مثلا بتكلم مراد دوان، تعرف ان انا يعني طريقتها كده، ان يعني بتفكرني بطريقة كرم مطاوع بالتمثيل، والراجل اللي هو ابو مراد ده بيفكرني بكرم مطاوع، معرفش هو ده قريبه اخوه ابن عمه زي عمنا قريب العدل اللي طالع في خيانة عهد. برضو هنتكلم عن خيانة عهد بعد شوية. بس المسلسل كله هو اعتقد ان شريف منير واحمد عبد الغني واخد شكل ابوه وكان عامل دور كويس، بس للأسف دوره صغير في المسلسل، مش وهو دور مختلف عنه، دايما يطلع الراجل الغلس اللي محدش طايقه، أول مرة يطلع كده راجل محترم وعمل دور كويس، يعني عمل زي أبوه لما كان بيطلع بيعمل أدوار مختلفة. أنا كنت بحب سعد عبد الغني جدا، يعني هو كان من الممثلين المحترمين اللي تحس إن هو محترم في شكله وفي طريقته. أما كريم فهمي فمع الاعتذار لكل المحبين، محتاج أنه برضو هو طريقته عامل زي بتفكرني بطريقة أخوه لما بيجي يتكلم في الأحاديث الصحفية، أو اللي هو طريقة عزباجية شوية، طريقة فيها كده تحس ان هو معرفش هو عايز يعمل نفسه بكيوت بقى والكلام اللي بيحبوا يقولوه، ولا عاوز ايه، اللي هو عامل زي طريقته لما بيطلع في كان قاعدة رجالة. وده اللي مخلي المسلسل مفيش توازن، يعني عندك ياسمين عبد العزيز في غاية الرتابة والبطء، ومفيش احساس في طريقة تقديمها للموضوع، وهو الطريقة الصوت كده تحس ان هو داخل في خناقة، وهو واخوه يعني الاتنين محتاجين يلعبوا على ازاي يتكلم. يعني لما تيجي تتكلم حتى في الأحاديث ولا كده، هي ما هيش شيء يعني كيوت ولا بتاع، المفروض تعرف إزاي تتحدث قدام الناس، فأنت محتاج تعرف يبقى عندك لباقة الحديث، طريقة الحديث. و لما تيجي تتكلم او تعمل برزنتيشن او تخطب او اي حاجه،
دي محتاجة دراسة شوية يعني، يعني في مدرسين بيعملوا كده، واحنا في الجامعة، ودي من الحاجات القليلة الكويسة في الدراسة في الجامعات الأمريكية، إن في كورس مخصوص لده. يعني في أول سنتين لازم تاخد حاجات عامة، إزاي تكتب إساي يعني مقال عن موضوع، تاخد كده English Camp 1 و 2، درسين طوال في سمسترين، ازاي تعرف تكتب عشان لما تبقى بروفيشنال، اذا كنت محاسب محامي دكتور ايا كان محتاج تدرس ده، وازاي تعمل سبيتش تعمل. فالمهم طريقة الكلام والاسلوب في طريقة الكلام، اعتقد ان كريم فهمي محتاج يلعب عليه كتير، محتاج يتعلمه هو واخوه الاثنين مع بعض. لانه اوكي لما تطلع شوضة للفيلم غير ما انت بتطلع ابن ناس وراجل محترم، وهم ناس محترمة في الحياة، انما ما عارفش عايزين يلعبوا الشكل ده او يعملوا الشكل ده. ده بعجالة هو شريف منير اللي مخلي المسلسل يعني محبوب، غير طبعا هم حاشرين شوية بنات شكلها حلو وبتاع، البنت اللي اسمها دليدة ومش عارف ايه وكده، انما غير كده هم المسلسل يعني ما تبقاش عايز تشوفه صراحة. يعني في ناس ده ازواق، انما بتكلم من طريق التمثيل، تحس ان هو المسلسل ممطوط، كمان الاحداث ممطوطة بطريقة انما مش عارفين بيجيبوها منين. يعني عارف لما واحد يجي يحكي حدوتة ويبقى مش عارف يكمل الحكاية، أو فقعد يلف ويدور علشان تيجي يعني. طب نخلص من ده، عندك بقى إيه؟ خيانة عهد. خيانة عهد هو الصراحة من أفضل المسلسلات اللي عملتها يسرى في يمكن العشر سنين الأخيرة صراحة. والمسلسل مليان، وأيضا أعتقد أن هلا شيحة برضو دور غريب عليها، بالذات أنها كانت دايما تطلع البنت الملائكية، البنت الطيبة الحنونة اللذيذة اللي بتحب أبوها، كان في الأول مسلسل ليها مع نور الشريف وكده، بعدين عملت حاجات بعد كده كانت حتى لو بنت مستهترة شوية، إنما دايما البنت الحالمة الرومانسية الطيبة اللي هي يعني ما بتخربش يعني. إنما طالعة هو دور غريب، دور يكره فيها، إنما في الآخر إحنا عارفين إن ده تمثيل وده دورها يعني. يسرى عاملة دور كويس، يعني هو المسلسل كله حلو يعني كقصة. وانا صعب علي ابني يسرى ان هو يعني يطلعون ان هو يموت بالشكل ده، كان ممكن يعني مش لازم يوصلوها للموت قوي يعني، ان ممكن كانوا يجيبوها انه مثلا عمل حادثة وحصل له يعني اتخبط على دماغه بس اسعفوه قالوا ارتجاج في المخ او كده، او بسبب خالته وكده، بس يعني يبقى في شيء شوية انه يعني ما بقاش ضياع خالص وغم خالص، لان يعني الموت والقتل يعني ده يعني ما فيش شيء اصعب من كده يعني، قتل انسان اخر ما فيش يعني، لا توجد جريمة. وهنا يعني الكابيتال كرايم يعني دي الجريمة الكبرى اللي ممكن يرتكبها، هو القتل. طبعا من ناحية الإنسانية هل يوجد ناس بالشكل ده؟ طبعا يوجد ناس، يعني في ناس بتعمل كده وبتعمل أسوأ من كده.
بتوصل القتل يعني مش لازم ان التصرفات والخيانات والغيظ والكراهية والغيرة، لان هو الغيرة هي التي تؤدي دايما للمصايب دي. الانسان لما بيغير من حد، اذا كان قريب اذا كان زميل اذا كان، ممكن يحاول كل الطرق لكي يخرب عليه ويخرب حياته. طبعا هل الانسان ده سوي؟ لا، ده مريض. مش معنى ان هو مريض يعني ان هو ما يتحكمش، لا، يعني في فرق ما بين ان يعني انا في رايي ان اي، ودي اتكلمت عنها كان في موضوع نيوزيلندا لما حكايه رجعوا هتلاقوا في الفيديوهات الموضوع اللي اتكلمت فيه عن الراجل اللي قتل الناس في المسجد في نيوزيلندا، وبرضو اتكلمت عن الاحداث الارهابيه اللي في بلادنا العربيه. قلت ان اذا كان القاتل او الارهابي او ايا كان اللي هو الحاجات دي هي تعتبر انسان مش طبيعي، لان هو الطبيعي ان هو يبقى مسالم لاي سبب ان كان. اذا كان اتظلم، اذا كان او حتى بسبب ايماني مش عارف ايه بتاع وصله لدرجه انه يقتل، خرج عن الطبيعه، بقى شاذ الى حد انه انسان. ما معنى شاذ يعني؟ يعني انه مش طبيعي. هل فرح انسانه؟ ايوه، هي انسانه مش طبيعيه، حتى اخوها، بس اخوها يمكن اقل شوي. ولكن نبقى نناقش المواضيع دي باستفاضه اكتر كموضوع انساني. هل الجريمه هي مرض او المجرم هو مريض؟ طبعا هو يعتبر مريض، انما مش ان هو مريض بمعنى انه ندخله بقى مصحة كده شهرين ويطلع يتجنن علينا تاني. لا، مش كده. حتى هنا في امريكا الناس اللي هم البيض اللي بيقتلوا في السود او في الاجانب او كده، انا بعتبرهم دول مرضى نفسيين. انما هل معنى كده ان هم يعفوا؟ لا، هو مش مريض نفسي لدرجة ان هو فقد عقله ومش عارف هو بيعمل ايه. لا، هو بيعمل ايه، هو عارف بيعمل ايه. انما اعتقد ان المسلسل بتاع خيانة عهد هو من افضل المسلسلات حتى الان كمواضيع. يسرى عاملة دور كويس، من افضل ادوارها في السنين الاخيرة من بعد كان مسألة مبدأ، وفي اللي قبلها اللي هي حق، ومش فاكر كان ايه اللي هو كان جزء ميت، وحسن حسني كان اخو جزء على ما اعتقد او كده. انما في النهاية عشان ننهي الموضوع دون، خيانة عهد هو افضل مسلسل تاني. و عاوزين نبقى نتكلم بعد كده عن الحراملك، ده الموضوع القادم. ونشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.